بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 23. ابن تيمية يكفر نفسه وأئمته كفرا بواحا صراحا. ابن تيمية يكفر نفسه وأئمته كفرا بواحا صراحا في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية الجزء الأول. قال ابن تيمية أقتبس ما يهم في المقام، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله نستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما بعد، فإني كنت سئلت من مدة طويلة بعيد سنة 90 و600 عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله في فتيا قدمت من حماة، فأحلت السائل على غيري فذكر أنهم يريدون الجواب مني لابد، فكتبت الجواب في قعدة بين الظهر والعصر، ذكرت فيه مذهب السلف والأئمة والمبني على الكتاب والسنة المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ولما يعلم بالأدلة العقلية التي لا تغليظ فيها، وبينت ما يجب من مخالفة الجهمية. إذن ماذا يذكر في الجواب؟ ماذا يحكي؟ ماذا يقول؟ ماذا سجل؟ يقول: وذكرت فيه مذهب السلف والأئمة والمبني على الكتاب والسنة المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ولما يعلم بالأدلة العقلية التي لا تغليظ فيها، وبينت ما يجب من مخالفة الجهمية المعطلة ومن قابلهم من المشبهة الممثلة، إذ مذهب السلف والأئمة أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها، وكان السلف والأئمة يعلمون أن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه، كما يقال: المعطل أعمى والمشبه أعشى، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. أقول هنا تعليقات. الأول: شيخ التجسيم ابن تيمية يدين نفسه بنفسه ويكفر نفسه بنفسه، ويدين أئمته ويكفرهم ويكفر كل أتباعه. قال تيمية: قال نعيم: من شبه الله بخلقه فقد كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولا يخفى على الجميع فظاعة وشناعة تشبيههم الله بالشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط، عليه نعلان في خضرة موقر موفر، عليه حلة لؤلؤ، وكذلك ما يقولون ويصرون عليه من رؤيا الرب في الآخرة وفي المعراج، وكذا في الدنيا في النوم واليقظة، وأن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرب الأمرد إما باليقظة وإما بالنوم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. إذن وكذلك ما يقولون يصرون عليه من رؤيا الرب في الآخرة وفي المعراج، وكذا في الدنيا في النوم واليقظة، وأن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرب الأمرد إما باليقظة وإما بالنوم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، وأن رؤياه كفلق الصبح، وأن رؤياه وحي. فثبت يقينا إصرارهم على اتصافه بالصفات البشرية وتشبيههم للرب الشاب الأمرد الوفرة القطط
وتشبيهه بالإنسان في الرأس والشعر والعينين واليد والرجل والساق والقدمين والضرس والأسنان والمشي والهرولة والجلوس والتحرك والنزول، فهذا كفر ظاهر بواح صراح. وبحسب كلامهم وإقرارهم ومقاييسهم التكفيرية القاتلة، فهم أولى من غيرهم بالعقوبة والقصاص والقتل والتحريق والتمثيل، وبكل ما يقومون به من إرهاب بحق الناس هم أولى أن يقام عليهم هذا الإرهاب. التعليق الثاني قالوا: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وأنا منذ زمن قررت الرد عليهم، وقد سجلت العديد من الموارد وأعتبر هذه الأسطورة منها، وأسأل الله تعالى أن أوفق للبحث بما فيه مرضات الله ونصرة للإسلام والمسلمين، والذي سيكون تحت عنوان بيان تلبيس التيمية في تأسيس بدعهم الأسطورية والتكفيرية. وسأعمل على ذكر ما أستطيع من موارد البحث ضمن أسطورات التوحيد الأسطوري الذي نحن فيه الآن وبفضل الله تعالى ونعميها علينا. وأيضا سيأتي الكلام للإشارة ويأتي الكلام والإشارة إلى هذا العنوان الذي أشرنا إليه قبل قليل. التعليق الثالث: أقول دفع افتراءات التيمية على الجهمية لا يعني تبني مقولات وآراء الجهمية لا بعنوانهم الخاص ولا بالعنوان العام الذي يقصده التيمية وأشار إليه تيمية وغيره، من أن عنوان الجهمية إضافة للمعتزلة فإنه يشمل الأشاعرة والشيعة وغيرهم ممن يرفض التجسيم التيمي الأسطوري وحمل الصفات الإلهية على ما يفهمها عموم الناس من صفات وجوارح بشرية تنزل الخالق منزلة المخلوق في أجزائه وصفاته، وتعالى الله عما يقولون.